السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الفرقة الأولى دفعة 196 القصر العيني، أهلا وسهلا بكم. هنبدأ مع بعض يا شباب شابتر جديد ولذيذ وممتع، ألا وهو شابتر الإنزيم. طبعا يا ولاد احنا لغاية دلوقتي خلصنا مع بعض الكربوهيدرات كيمستري والليبيد كيمستري والبروتين كيمستري، قلناهم واستفدنا فيهم وظبطنا الأمور بتاعتنا فيهم، ومفروض هنبدأ مع بعض شابتر جديد ألا وهو شابتر الإنزيم. طيب في البداية أي حد لسه ما بدأش بايوكيمستري، ما بدأش بايوكيمستري معناها إيه يا دكتور؟ يعني معناها ما ذاكرش اللي فات أو أصلاً ما حضرش اللي فات. فأنا عايز أبشرك وأقول لك حاجة جميلة، إن إحنا شابتر الإنزيم، وإن شاء الله بعد كده الدي إن إيه البلك الكبيرة اللي فاضلة ما لهاش علاقة تقريباً باللي فات. فالكلام مفصول تماماً عن اللي فات. فحضرتك ممكن تعتبر دي بداية جديدة وتبدأ معايا من أول دلوقتي لحد آخر الفيديو. طب واللي فات يا دكتور؟ كده كده الفيديوهات بتاعته موجودة معاك على الابليكيشن، فتقدر تشوف يا دكتور كل يوم فيديو او اتنين وتتابع معايا على الواتساب تسألني على اللي انت عايزه، وكده كده احنا هنراجع الكلام ده تاني. طيب نقطة تانية، طبعا يا ولاد انتوا تحدد لكم عدد الامتحان يوم 10 تقريبا 101 ويوم 18 ديسمبر امتحان 102، فاحنا لغاية دلوقتي هيكون فاضل لنا الاسبوع اللي احنا فيه ده، وبعد كده يا دكتور فاضل لسعادتك 4 اسابيع، وبعد كده هيكون في اسبوع انت هتاخده مذاكره ل 101، وبعد كده في اسبوع هتاخده مذاكره ل 102. واضح كده؟ يبقى دي الاسابيع اللي فاضله معايا. الاسبوع اللي احنا فيه ان شاء الله هنخلص فيه الانزيم والانترودكشن باذن الله. هيبقى لنا اسبوعين هنخلص فيهم الدي ان ايه بتاعنا والشابتر الصغير اللي فاضل. وهيبقى لسعادتك كراش كورس اولاني، يبقى احنا هنعمل مراجعه اولانيه. هسيب لك الاسبوع ده تماما مش هقرب لحضرتك منه، والاسبوع ده هيبقى فيه كراش كورس تاني، وبعدين هيكون في يوم او يومين قبل الامتحان هيكون فيهم مراجعه سريعه. يعني حضرتك الكلام اللي انا اتفقت عليك معاه انك هتدخل مخلص ومراجع ومراجع ان شاء الله هيكون صحيح، فحضرتك بعد اذنك ننسى الاكتئاب والهم والحزن بتاع الفتره اللي فاتت، ونبدا مع بعض بدايه محترمه بدايه قويه للفتره اللي جايه. واضح؟ يبقى يا دكتور النهاردة تعالوا نتفق مع بعض اتفاق، لو انت يا دكتور ما تعرفش حاجة عن البايوكيمستري ابدأ معايا من اول النهاردة، ولكن باخلاص وبالتزام احضر الحصص بتاعتك سواء على الابليكيشن او في السنتر ايا كان الطريقة اللي انت بتحضر عليها، كل يوم الجديد ذاكره اول باول. طب والقديم يا دكتور؟ ما تحملش همه، عندك طريقتين. انا افضل اللي انا هقوله ده، انك كل يوم تشوف لك فيديو من اللي فات وتسألني ولما نعمل المراجعات تحضرها، او وبحضر المراجعات. دكتور طب انا هحضر المراجعات على طول. ماشي يا حبيبي، المراجعات ان شاء الله كافيه وافيه، بس بدل ما تكون بتسمع لاول مره فيها ما تخلي نفسك يا دكتور تكون سمعت قبل كده، عشان تبقى زي زمايلك تراجع للمره الثانيه والمره الثالثه. ان شاء الله يا اولاد اي حد هيسمع كلامي من النهارده باذن الله اضمن له باذن الله رب العالمين 102 الامتحان هيكون ان شاء الله في جيبك. طبعا الامتحان اغلبه بايوكيمستري ومعانا اجزاء فيسيولوجي، واجزاء الفيسيولوجي يعني انتوا ان شاء الله اكيد دكتور شريف مظبطها لكم والدنيا تمام، فما حدش يشيل هم 102 ولا 101 يا دكتور، ما تشيلش هم اي حاجه، يعني هتكون الحياه والكليه عليكم ما تشيلش هم اي حاجه. طيب نسمي الله كده ونستهدى بالله ونصلي على رسول الله، ونبدا مع بعض شابتر جديد مع بعض هو شابتر الانزيم. دكتور حصة النهاردة ليست حصة امتحانات، اسئلة الامتحانات فيها قليلة جدا. قبل ما تقفل الفيديو هقول لك، ولكن دي الحصة اللي لازم تفهمها عشان نبني عليها اللي جاي. يعني حصة النهاردة هي حصة تأسيسية، الهدف منها تأسيس الشابتر عشان ابني عليها اللي جاي. فبعد اذنك كوباية القهوة بتاعتك واسترخي معايا كده وركز واستمتع بالحصة. قال يا دكتور لما اجي اتكلم عن الانزيم، هو يعني ايه كلمة انزيم؟ انا يا ولاد هبدا من تحت بقى، من تحت قوي. اي تفاعل كيميائي في العلوم كان بيقول لك ان التفاعلات عباره عن متفاعلات وبتتحول لنواتج، صح؟ اي تفاعل كان عباره عن حاجه اسمها متفاعلات، المتفاعلات دي كانت بتكتسب طاقه تسمى بطاقه التنشيط، الطاقه اللي بتنشطها اللي بتخلي التفاعل يتم عشان يديني في الاخر برودكت، وكلمه برودكت معناها ايه؟ نواتج. يبقى اي تفاعل في الدنيا هو عبارة عن متفاعلات بيشتغل عليها طاقة عشان تديني برودكت. كان حتى احنا في العلوم كانت ميس ميرفت تكتب لك كده حرارة، تقول لك السهم عليه حرارة، اصل الحرارة دي مصدر الطاقة عندي في المعمل، صح؟ يبقى اي تفاعل في الحياة هو عبارة عن متفاعلات بكسر وبكون بينها روابط عشان في النهاية تديني يا دكتور نواتج.
جوه جسم سعادتك في تفاعلات كيميائيه بتحصل على الاكل، في عمليات الميتابوليزم اللي هو اساس مديول 103 ان شاء الله. فبقول لك المتفاعلات هتتحول لنواتج جوه جسمك، ولكن جوه الجسم للاسف انا ما اقدرش اوفر حراره، الحراره جوه الجسم مضره للخليه. فبيقول لي ما عليك، في مركبات اسمها الانزيم، الانزيمات دي وظيفتها ايه يا دكتور؟ تسرع التفاعل، تحفز التفاعل، تخلي التفاعل يتم من غير الايه، من غير الحراره. يبقى النهارده الانزيمات دي حاجه بتشتغل او بتساعد ان المتفاعلات تتحول لايه؟ لنواتج. هي مجرد حاجه بتحول المتفاعلات لنواتج، تخلي التفاعل يتم بسرعه. انما هي لا هتاثر على المتفاعلات ولا هتاثر على النواتج، ملهاش علاقه ابدا ابدا بالنتيجه، ملهاش علاقه ابدا بالنتيجه. فخلينا ناخدها واحده واحده. قالك كلمه انزيم، خلينا نقول ان نحسسنا ان احنا ان جوه حاجه جوه الجسم. فالانزيمات دي يا دكتور لما تيجي تقولها كتعريف، فبقول لسعادتك هي بايو كاتاليست. يعني ايه كلمه بايو؟ بايو يعني حيوي، اصل هي موجوده جوه اجسام الاحياء فقط. الانزيمات دي جوه اجسام الاحياء، هي بايو كاتاليست ذات انكريز، بتسرع الريت اوف رياكشن، معدل التفاعل الكيميائي، at least 10^6 فولد. يعني يعني بتخلي التفاعل يتم بسرعه على الاقل 1,000,000 مره. بتسرع التفاعل على الاقل كم مره يا دكتور؟ 1,000,000 مره. طيب يبقى تاني، الانزيم هي بايو كاتاليست، كلمه بايو يعني حيوي، يعني في اجسام الاحياء، وكاتاليست يعني محفز يا دكتور. انكريز الريت بتسرع معدل التفاعل الكيميائي على الاقل 10^6 فولد، على الاقل 10^6 مره، وكلمه 10^6 يعني 1,000,000، بتسرع للتفاعل 1,000,000 مره. طب دكتور ايه هي خصائص الانزيمات؟ تعال بقى نشوف مع بعض. قال لك خصائص الانزيمات 8. رقم واحد بيقول لك ان الانزيم، الانزيمات يا دكتور ار بروتين ان نيتشر. الانزيمات ايه؟ بروتينات. معنى انها بروتين ان نيتشر يا دكتور، انا مش مذاكر شابتر البروتين، احنا اتفقنا ان احنا هنفصل. فانا هقول لك ان البروتينات يا دكتور في كلمه مهمه جدا، هي هيت لابايل او سيرمو لابايل. يعني هيت لابايل؟ بتتكسر بالحراره، يعني انت بالحراره يحصل لها عمليه اسمها ديناتوريشن. كلمه دي يعني ديليت، وناتشر يعني الطبيعه، ديناتوريشن خلينا نقولها تحلل. يبقى النهارده يا دكتور بدايه نقول انزيم ار بروتين ان نيتشر، الانزيمات هي بروتينات. معنى كده ان انا لو رفعت حرارتها هيحصل لها تحلل او ديناتوريشن. قال لك في جمله ام سي كيو مهمه هنا، بيقول لك قول انزيم ار بروتين اكسبت ما عدا حاجه اسمها رايبوزايم. ايه بقى الرايبوزايم؟ قال لك الرايبوزايم هتاخده في الهيستولوجي حاجه اسمها الرايبوزوم، والرايبوزوم ده مصنع بناء البروتين. في انزيمات على الرايبوزوم تكوينها الكيميائي ار ان ايه، فانا مسميها رايبوزايم. يبقى الانزيمات اللي في الرايبوزوم اسمها يا دكتور رايبوزايم، دي تركيبها الكيميائي ار ان ايه. يبقى تاني، الانزيم ار بروتين ان نيتشر ما عدا مين؟ الرايبوزايم. الرايبوزايم ده يا دكتور تركيبه الكيميائي ايه؟ ار ان ايه. يبقى دي اول معلومه حضرتك هتعرفها. طيب رقم اتنين، بيقول لي سعادتك احنا لما جينا نعرف قلنا بايو، وكلمه بايو يعني حيوي. يعني ايه كلمه حيوي بقى؟ الانزيمات يا دكتور بتتصنع ان ليفنج سيل اونلي. يعني ايه؟ يعني الانزيمات بتتصنع في اجسام الاحياء فقط. يعني ايه برضو يا دكتور؟ يعني العلم مهما تقدم انا ما بقدرش اصنع الانزيمات في المعمل. يبقى الانزيمات بتتصنع جوه اجسام الكائنات الحيه. يا دكتور انا ممكن اشتغل، يعني ممكن اخدها واشغلها اوتسايد، يعني انا ممكن اخدها المعمل واشتغل بيها، ولكن يا دكتور ما اقدرش اصنعها. تعالى اقول لك حاجه حلوه، عارفين يا اولاد، يعني في ناس بتسمعني دلوقتي اكيد عشان ده مرض كومن جدا، في مرض اسمه انيميا الفول. يا انت عندك، يا اما تعرف حد في اخواتك، اي حد تعرفه عنده انيميا الفول في المجتمع، مرض كومن جدا. ايه قصه انيميا الفول؟ يقول لك ما بياكلش فول وبقوليات عشان في انزيم في جسمه ناقص. العيان دوت انا مش قادر اديله الانزيم،
انا كل اللي بقوله له ايه؟ ما تاكلش فول. ببعد عن ليه؟ عشان انا مش عارف اصنع الانزيمات. يبقى الانزيمات يا دكتور بتتصنع في الليفنج سيل، قولي في خلايا الاحياء، قولي في خلايا الاحياء فقط. انا يا دكتور بحتاجها في الكميات، في التفاعلات بسمول اماونت، بكميات قليله. يبقى هي بتتصنع في الليفنج سيل وانا بحتاجها بكميات قليله. قال لي سعادتك احنا قلنا ان المتفاعلات بواسطه الانزيمات بتتحول لنواتج. الانزيمات دي يا دكتور خد بالك بيقول لك كلمه كده كنا بناخدها في الانجليزي، كان في قاعده اسمها نايزر نور، يعني لا ولا. قال لك الانزيمات نايزر بروديوست، لا تنتج نور كونسيوم، ولا تستهلك في التفاعل الكيميائي. يعني انا يا دكتور داخل بمتفاعلات، وليكن ده شكل المتفاعلات مثلا، ماشي، حضرتك هتوفر لها انزيم، وليكن ده شكل الانزيم مثلا، ايه اللي هيحصل؟ المتفاعلات هتمسك في الانزيم، المتفاعلات دخلت في الانزيم اهي، ادي المتفاعلات اللي هي السبستريت دخلت في الانزيم. هيحصل ايه لسعادتك في الاخر؟ هيطلع لي الانزيم كما كان، والمتفاعلات تتحول لمواد جديده وليكن شكلها كده، هي دي الايه؟ البرودكت. يبقى انا النهارده يا دكتور اللي حصل، انا دخلت بالانزيم خد المتفاعلات حولها لبرودكت ورجع كما كان من غير ما يتغير. خد بالك هو ما استهلكش في التفاعل ولا انتج من التفاعل، هو مجرد محفز فقط. فبيقول لك يا دكتور بص بقى، not a change، لا يتغير، by the end، بنهاية الرياكشن، يعني بنهاية التفاعل الانزيم بيطلع زي ما هو، خلينا نقول لك طلع زي الشعرة من العجينة. يعني هو دخل سوسة يا ولاد، حفز التفاعل، خلى المتفاعلات تتحول لنواتج ورجع زي ما كان. يبقى تاني الانزيمات بروتين النيتشر، ما عادة ما عادة مين؟ حاجة اسمها الريبوزايم دار ان ايه، معنى انها بروتين فهي لا تستحمل الحرارة، لا تطيق الحرارة، تتحلل بالحرارة، هيت لباين، بتتصنع بالكائنات الحية فقط، سيلولر انترا سيلولر، انا ممكن استخدمها برا ولكن ما بصنعهاش برا. دايما كان يقولك تصنع ان فيفو وتشتغل ان فيفو يعني جوه، وان فيترو يعني برا. قالك بحتاجها في الجسم بسمول اماونت، لا تنتج ولا تستهلك في التفاعل الكيميائي، وما بتتغيرش بنهاية الرياكشن. قال لي سعادتك الانزيم هايلي سبيسيفيك. يعني ايه هايلي سبيسيفيك؟ يعني متخصصة، وهناخد بعد شوية في اخر الصفحة يعني متخصصة. يعني في انزيمات بتشتغل على مادة واحدة ما تشتغلش على ما سواها، وفي انزيمات بتشتغل على ربطة واحدة ما تشتغلش على ما سواها. يعني الانزيمات مش عشوائية، مش اي انزيم بيمسك اي تفاعل ويسرعه، لا 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 لا، انا يا دكتور متخصص هايلي سبيسيفيك. طيب قلم عليك، يبقى الانزيمات هايلي سبيسيفيك في حاجتين كده، بيقول لك الانزيمات بتقلل حاجه اسمها الاكتيفيشن انرجي، وما بتاثرش على الاكوليبريم. يا نهار ابيض، الكلام كان ماشي كويس، ايه يا دكتور كلام الكفار ده؟ قبل ما اشرح كلام الكفار دوت، انا هرجع معاك تاني من البدايه وخلينا نقول الكلام اللي احنا قلناه. انا بتكلم يعني ايه كلمه انزيم؟ دكتور اي تفاعل في الدنيا هو عباره عن اس سبستريت بتكتسب مقدار معين من الطاقه ليتم التفاعل وتتحول الى نواتج، تمام؟ تكتسب وتفقد بقى ويتم التفاعل. طيب قال لي معاليك كلمه انزيم ده حاجه جوه الجسم يخلي المتفاعلات تتحول لنواتج. يبقى انا ادي يا دكتور الانزيم يمسك مع المتفاعلات يديني في النهايه الايه؟ النواتج بتاعتي. طيب قال لي معاليك خلينا نقول التعريف بتاعها، هي بايو كاتاليست. كلمه بايو يعني حيويه، كاتاليست يعني محفز. بايو كاتاليست بيزود الريت اوف رياكشن، بيزود معدل التفاعل 10 اس 6 مره، يعني يسرع التفاعل مليون مره على الاقل. قال لي معاليك قول انزيم ار بروتين ان نيتشر، كل الانزيمات بروتين ما عدا الريبوزايم. يبقى كل الانزيمات بروتين، بتتكون من احماض امينيه ما عدا حاجه يا دكتور اسمها الايه؟ الريبوزايم دار ان ايه. معنى انها بروتين انها بتتكسر بالحراره. طيب الانزيمات بتتصنع في الليفنج سيل اونلي، في خلايا الاحياء فقط، ولكن ممكن تشتغل في المعمل. الانزيمات بحتاجها بسمول اماونت بكميات
قليلة. الإنزيمات نايزر بريديوس نور كونسيوم لا تنتج ولا تستهلك في التفاعلات الكيميائية ولا تتغير بنهاية الرياكشن. يبقى الإنزيمات لا تنتج، يعني أنا ما بنتجهاش ولا بستهلكها في التفاعل، ده هي مجرد محفز، يعني هي بتدخل وتخرج كما كانت فلا تتغير بنهاية التفاعل. قال لك يا دكتور الإنزيمات هايلي سبيسيفيك، فهمني يعني سبيسيفيك بعد شوية. يا دكتور الإنزيمات ما بتأثرش على الاكتيفيشن، بتقلل الاكتيفيشن انرجي وما بتأثرش على الإيكوليبري. يعني ايه الكلمة دي؟ قال يا دكتور النهاردة انا داخل بمتفاعلات عشان اديك في النهاية ايه نواتج. خلينا نرسم رسم بياني هبل كده، توضيح بسيط. لو انا افترضت ان دي طاقة ماشي، وليكن المتفاعلات كانت طاقتها 20 اي رقم، يبقى المتفاعلات هي يا دكتور طاقتها ايه 20. انا عايز احول المتفاعلات دي لنواتج وليكن طاقتها 30. ايه اللي بيحصل النهارده؟ المتفاعلات ما بتتحولش النواتج لوحدها كده، امال ايه يا دكتورنا اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان المتفاعلات بتكتسب خلينا نرسمها رسمة اكبر. لو قلت لسعادتك ادي المنحنى البياني بتاعي ماشي، القصة كلها بدأ بمتفاعلات، ادي المتفاعلات اهي. المتفاعلات دي بتكتسب مقدار من الطاقة عشان توصل للمرحلة اللي هيتم عندها التفاعل، ويتم التفاعل وتديك في النهاية الايه النواتج. تاني، اي تفاعل في الدنيا هو عبارة عن متفاعلات سبستريت، السبستريت دي هتتحول لايه؟ لنواتج. ولكن عشان يتم لازم امر على منطقة وسطية اللي بيتم عندها الايه التفاعل. يبقى النهاردة المتفاعلات خليني اقول لك مثال اهبل، وليكن حرارتها 20 والنواتج وليكن حرارتها 30، ما يهمنيش الارقام، انا يهمني ان التفاعل مثلا بيتم عند 80 مثلا. يبقى انا كمتفاعلات حرارتي 20، عشان التفاعل يتم مفروض ان انا اكتسب مقدار من الطاقة عشان اوصل ل 80. الطاقة دي اسمها بالعربي طاقة التنشيط، او اسمها اكتيفيشن انرجي. يعني ايه اكتيفيشن انرجي؟ طاقة التنشيط، الطاقة اللي المتفاعلات هتكتسبها عشان توصل للمرحلة اللي بيكون فيها ايه نشطة. ليه وليكن هنا 60؟ مش انا يا دكتور عشان اوصل ل80 هكتسب 60، انا كنت 20 لازم اتنشط، عشان اتنشط محتاج اوصل لايه ل80 عشان يديني في الاخر الايه البرودكت. طيب يجي الانزيم بقى يقول لك الكلام ده ما ينفعنيش، انا حرارة 80 في الجسم مضرة للخلايا. فالانزيم يعمل ايه؟ يخلي التفاعل اللي كان بيتم عند 80 يتم عند 37، يعني المتفاعلات توصل عند 37 بس ويتم التفاعل وتديك نواتج. يبقى الانزيم وظيفته ان خلى التفاعل اللي كان بيتم عند 80 يتم عند 37 اللي هي حرارة الجسم. فانا يا دكتور النهاردة كنت متفاعلات، من غير انزيم محتاج اكتسب 60 جول عشان اوصل ل80 عشان يتم التفاعل. طب بمساعدة الانزيم انا محتاج اكتسب كام يا دكتور؟ محتاج اكتسب بس 17. حد فاهم انا بقول ايه؟ تاني، انا كمتفاعلات محتاج اكتسب طاقة عشان اوصل للمنطقة اللي بيتم عندها التفاعل، الطاقة دي اسمها طاقة التنشيط او الاكتيفيشن انرجي. الانزيم بيخلي التفاعل يتم عند درجة حرارة اقل، يعني انا بقيت محتاج اكتسب درجة حرارة اقل، يبقى الاكتيفيشن انرجي قلت، قلل اللي انا محتاجه الاكتيفيشن انرجي. يبقى الانزيم وظيفته بيقلل الاكتيفيشن انرجي. طب يا دكتور هو طاقة النواتج والمتفاعلات اتغيرت؟ لا، طاقة النواتج زي ما هي سواء بالانزيم او من غيره، والمتفاعلات زي ما هي، هو الانزيم غير المنطقة اللي بيتم عندها التفاعل فقط. يعني انت عايز تقول لي في حاجة اسمها دلتا جي او الاكوليبريم، كان بيقول لك هي النواتج ناقص المتفاعلات، من غير الانزيم المتفاعلات كانت 20 والنواتج كانت 30، فلو طرحت 30 ناقص 20 تديني 10، يبقى الدلتا جي 10. طب بالانزيم المتفاعلات 20 والنواتج 30 برضو، فلو جيت اطرحهم تديني 10، يبقى الدلتا جي ما بتتغيرش، الايكوليبريم او معدل الاتزان ما بيتغيرش. هو اللي بيتغير عندي يا دكتورنا الاكتيفيشن انرجي. تاني، انا محتاج مقدار من الطاقة to be active، الانزيم بيخلي التفاعل يتم عند اقل، فانا احتاجت طاقة اقل to be active، يبقى هو قلل طاقة التنشيط.
ولكن النواتج والمتفاعلات ما تغيروش، يعني الفرق بينهم ما تغيرش، فهو ما أثرش على الايه على الدلتا جي، هو قلل الاكتيفيشن انرجي فقط. يبقى تاني الانزيم بايوكاتاليست بيسرع معدل التفاعل ازاي؟ عن طريق انه بيقلل الاكتيفيشن انرجي وما بيأثرش على الإيكوليبري. الانزيمات هايلي سبيسيفيك لا تتغير بنهاية التفاعل. قال لك يا دكتور في عنوان كده اسمه النوميك ليتشر تسمية الانزيم. ايه بقى قصة التسمية؟ قال يا دكتور ده عنوان كده يعني بيفهمك الانزيمات كانت بتتسمى ازاي. بيقول لك في طريقة اسمها الاولد ميثود، طريقة قديمة. ايه بقى قصة الاولد ميثود دي؟ قال لي قصة الاولد ميثود يا دكتورنا الغالي ان زمان اي حد كان بيلاقي انزيم كان بيسميه اي اسم. يعني مثلا واحد يسمي الانزيم تريبسين، بيبسين. الاسم ده هل يدل على وظيفته؟ هل يدل على مصدره؟ هل لي اي اهميه؟ لا. واحد لا انزيم سمي الانزيم حفناوي انزيم، مفيش اي طريقه للتسميه. اي حد بيرمي اي اسم ويسميه للانزيم. فدي طريقه اسمها الايه الاولد ميثود. الاولد ميثود الاسم يا دكتور مش مهم. حبيبي انت عارف البيبسين بيضم بروتين عشان انا قلت لك، انما لو انا ما قلت لكش انت مش عارف البيبسين بيعمل ايه. فكلمه الاولد ميثود انا بسمي اسم ليس له معنى. فقال لك الكلام ده ما ينفعش، وطلع طبعا النيو ميثود الطريقه الحديثه. ايه قصتها؟ قال والله يا دكتور انا هشوف لو الانزيم بيكسر، لو الانزيم بيكسر ماده هحط اسم الماده واحط بعدها كلمه ايز. يعني ايه؟ لو بيكسر اللاكتيك هسميه لاكتيز، السكروز هسميه سكريز، لو بيكسر يا دكتور اليوريك هسميه يوريكيز، اليوريا يورييز، ارجينين ارجينيز. فبحط اسم الماده واحط بعدها كلمه ايه؟ ايز. طب افرض الانزيم ما بيكسرش، بيعمل وظيفه غير التكسير. قال لي هحط اسم الماده زائد الاكشن. يعني ايه؟ لو هو مثلا بيشتغل على البيروفيت ويحط عليه كاربوكسيل هسميه بيروفيت كاربوكسيليز. طب بيشتغل على اللاكتيت ويشيل منه هيدروجين، لاكتيت دي هيدروجينيز، دي يعني ديليت الهيدروجين. يبقى بحط اسم الماده اللي هيشتغل عليها والاكشن بتاعه. يبقى النهارده تاني الانزيمات بتتسمى بكام طريقه؟ طريقتين. الطريقه الاولى اسمها الاولد ميثود، انا بحط اسم الماده اي اسم للانزيم ليس له معنى على الاطلاق. الطريقه الجديده قال لي يا دكتور بحط اسم الماده واللي بيكسر وكلمه ايز، يبقى لو هو بيكسر احط اسم الماده زائد ايز. يا دكتور انا بكسر لاكتيك هسميه لاكتيز، بكسر سكروز هسميه سكريز، بكسر مالتوز هسميه مولتيز، اسم الماده وبعدها كلمه ايه؟ ايز. طب انا النهارده يا دكتور ما بكسرش، انا بضيف كربوكسيل على ايه؟ على البيروفيت. قول لي بيروفيت كربوكسيليز. طب يا دكتور انا بشيل الهيدروجين من لاكتيت سميني لاكتيت دي هيدروجينيز. انا يا دكتور بحول ايزومر سميني ايزوميريز. يبقى حط اسم الماده وبعدها كلمه الايه؟ الاكشن بتاعه. طبعا موضوع زي دوت يعني عدي عليه كده ايه بانيك. يجي لي موضوع نختم بيه الجزء الاولاني من الحصه وصفحه واحد اسمه سبيسيفيسيتي. دكتور احنا لما اتكلمنا قلنا يا دكتور ان الانزيمات فين هايلي سبيسيفيك. يعني ايه بقى كلمه سبيسيفيك متخصصه؟ قال يا دكتور بالراحه كده ان الانزيمات في منها حاجتين، يا اما الانزيم يكون شغال على وان سبستريت على ماده واحده وما يشتغلش على ما سواها فسميه ابسليوت يعني تام. يعني ايه؟ النهارده لما اقول لك الارجينيز ما بيعملش حاجه في حياته الا انه يكسر الارجينين، يبقى هو مش شغال غير على الارجينين، يبقى هو متخصص للارجينين. فالنهارده هسميه ابسليوت سبيسيفيك. كان زمان يا اولاد عندنا في المدارس ممكن تلاقي مثلا مدرسه، المدرسه دي بتدي فصل واحد تدي له كل المواد، هي متخصصه للفصل ده فقط لا غير، استحاله تدخل اي واحد تاني، يبقى هي خاصه على الفصل ده. طب كان في مدرس تلاقيه واخد ماده وبيديها لكل الفصول، يبقى هو متخصص على الماده دي فقط. فالنهارده بقول لك الانزيمات في انزيم شغال على ماده واحده فقط فهو ابسليوت. طب في انزيم شغال على بوند على رابطه، يبقى شغال على مجموعه من المواد اللي فيهم الرابطه فسميه ريلاتيف. كلمة ريلاتيف يعني نسبي. يعني ايه يا دكتور؟ لو انا النهاردة شغال مثلا على البيبتايد، يبقى انا بكسر البروتينات كلها اللي فيها البيبتايد،
يبقى انا متخصص على مجموعه من المواد. هو مش بيكسر كربوهيدرات ولا دهون، هو بيكسر بروتين بس، مجموعه من المواد مش ماده واحده بس مجموعه فيهم رابطه، يبقى انا ريلاتيف سبيسيفيك. تاني، لو البروتين شغال على لو الانزيم شغال على ماده واحده فبسميه ابسوليوت او تام. طب لو شغال على مجموعه من المواد فيهم رابطه فبسميه ريلاتيف. ريلاتيف يعني قرايب، يعني يا دكتور بيشتغل على مجموعه من القرايب، مجموعه من المواد. طيب هو ليه الانزيم اصلا سبيسيفيك؟ يعني ليه الانزيم يا دكتور سبيسيفيك؟ قال يا دكتور الانزيم في مكان هناخده بعد شويه، المكان ده كده اسمه الاكتيف سايت، وهناخده بعد شويه. ايه بقى قصه الاكتيف سايت؟ قال لك الاكتيف سايت ده المكان اللي هيرتبط فيه السبستريت بعد شويه. المكان ده فيه مجموعات كيميائيه هيرتبط فيها السبستريت. فقال لك يا دكتور شكل الاكتيف سايت يتماثل مع السبستريت، يناسب السبستريت. فالسبيسيفيسيتي علشان يا دكتور الاكتيف سايت، الاكتيف سايت الارنجمنت بتاعه والكيميكال جروب اللي فيه. مش فاهم. زمان كانوا بيقولوا ان الانزيم ده عامل زي ايه؟ عامل زي القفل والمفتاح. النهارده يا دكتور المفتاح بيدخل في قفل. ليه؟ عشان سنون القفل بتكمل المفتاح. صح؟ فالمكان اللي في القفل ده اسمه الاكتيف سايت، ده اللي هيدخل فيه المفتاح. ففي مكان في الانزيم اسمه الاكتيف سايت، ده اللي هيدخل فيه السبستريت. الاكتيف سايت ده فيه كيميكال جروب، يبقى الكيميكال جروب اللي في الاكتيف سايت هي اللي بتحدد السبستريت اللي موجود فيه. يبقى الاكتيف سايت هو اللي بيحدد لي السبستريت، فيحدد لي انا ابسوليوت ولا ريلاتيف. طيب قال يا دكتور اهميه الموضوع ده ايه؟ كلمتين. في حاجه اسمها الدايجستيف انزيم، انزيمات الهضم، وحاجه اسمها الميتابوليك انزيم، انزيمات الميتابوليزم، مديول 103. بالراحه. قال لك الدايجستيف انزيم لو سبيسيفيسيتي. يعني ايه لو سبيسيفيسيتي؟ يعني شغاله بطريقه ريلاتيف. يعني ايه؟ يعني الانزيم الواحد بيكسر اكتر من اكله. طب ده اهميته ايه؟ يعني ليه انزيمات الهضم لو سبيسيفيسيتي؟ عشان سمول اماونت اوف انزيم، عدد قليل من الانزيمات يهضم اول فود. ما هو الاكل كتير. لو انا النهارده يا دكتور كل اكله ليها انزيم هحتاج انزيمات كتيره جدا. فمن رحمه ربنا ان الانزيم الواحد بيهضم كذا نوع من الايه؟ من الاكل. يبقى يا دكتور انزيمات الهضم لو سبيسيفيسيتي عشان عدد قليل من الانزيمات يهضم اول فود. طب انزيمات الميتابوليزم بقى، التمثيل الغذائي في الجسم. قال لك هاي سبيسيفيسيتي. يعني ايه؟ اي انزيم بيعمل تفاعل في الجسم السبيسيفيسيتي بتاعته عاليه. ليه؟ عشان يبقى الريجيوليشن عليه سهله، يعني اقدر اتحكم فيه بسهوله. يوم ما اوقفه اوقفه هو بس. يعني النهارده يا دكتور لو الانزيم بيعمل 10 تفاعلات وانا محتاج اوقف تفاعل فيهم مش هينفع، لان لما اوقفه اوقفه تماما. انما كل انزيم ليه تفاعل خاص بيه، فانا يوم ما عاوز اوقف تفاعل اقدر اوقفه لوحده. تاني انزيمات الميتابوليزم هايلي سبيسيفيك عشان اعمل لها ريجوليشن بسهوله، اتحكم فيها بسهوله. انما انزيمات يا دكتور الهضم لو سبيسيفيك عشان انزيم واحد يهضم اكل ايه؟ كتير. يبقى تاني قول انزيم التاني بالراحه كده. الانزيمات لما نيجي اقول متفاعلات بطاقه تتحول لايه؟ نواتج. متفاعلات بطاقه تتحول لنواتج. يجي الانزيم يخلي التفاعل يتم عند طاقه اقل، يبقى هو يا دكتور بيقلل الاكتيفيشن انرجي، طاقه التنشيط. طيب يبقى يعني كلمه انزيم بيقول لك هي بايو كاتاليست. كاتاليست يعني محفز، وبايو يعني ايه؟ حيوي. بيزود الريت اوف رياكشن، بيزود معدل التفاعل مليون مره على الاقل. قال لك قول انزيم ار بروتين ما عدا الريبوزايم. الريبوزايم ده يا دكتور هو ار ان اي. الانزيمات هيت لابايل بتتكسر بالحراره ويحصل لها ديناتوريشن. قال لك يا دكتور بتتصنع ان ليفنج، وكلمه ان ليفنج معناها ان فيفو في الكائنات الحيه، ولكنها ممكن تشتغل ان فيترو في المعمل، يعني ممكن اسحبها واستخدمها في المعمل، وبحتاجها في الجسم بسمول اماونت. الانزيم يا دكتور زي ما انت شايف زي ما دخل زي ما خرج. فيا دكتورنا لا ينتج ولا يستهلك في التفاعل ولا يتاثر بنهايه التفاعل. الانزيم يا دكتور سبيسيفيك، ممكن يكون شغال على ماده واحده فسميه ابسوليوت سبيسيفيك، او على مجموعه من المواد فسميه ريلاتيف، تبعا للاكتيف سايت بتاعي. تمام؟ قال لك الانزيمات الهضم يا دكتور السبيسيفيسيتي بتاعتها لو، انما انزيمات الميتابوليزم السبيسيفيسيتي بتاعتها هاي. ليه؟ عشان انزيم واحد يا دكتور يهضم اكل كتير، وعشان خاطر اعمل عمليه ريجوليشن.
اتفقنا انها بتقلل الاكتيفيشن انرجي زي ما احنا فهمنا كده يا دكتور، بخلي التفاعل يتم عند درجة حرارة اقل، ولكن النواتج والمتفاعلات ما اتغيرتش، فانا ما بأثرش على الدلتا جي. اخيرا قلنا يا دكتور ان التسمية كان فيه تسمية قديمة وتسمية حديثة. القديمة اي اسم برميه، انما الحديثة يا دكتور بحط اسم المادة وبعدها is، او احط اسم المادة وبعدها الاكشن بتاعها. كده خلصنا اول صفحة عندنا، خد لي نفسك دي وندخل على صفحة 2. نيجي على عنوان اللي بعد كده يا شباب، وهو اللي اسمه chemical structure او structure of enzyme. قالك يا دكتور لو هنيجي نتكلم على الانزيمات، فالانزيمات هي عبارة عن نوعين. اول نوع اسمه simple enzyme، وتاني نوع اسمه compound enzyme. بالراحة، احنا قلنا من شوية ان all enzyme are protein in nature except ribozyme، صح كده؟ يبقى كل الانزيم بروتين فيما عدا الريبوزيم هو ار ان اي. معنى انها بروتين، فيا دكتور زيها زي البروتين هيت لابايت، بتتكسر بالحراره. ومعنى انها بروتين يا دكتور، بتتقسم زي البروتين. يعني ايه كلمه سيمبل؟ سيمبل يا دكتور يعني بتتكون من امينو اسيد اونلي، بروتين فقط. يعني قالوا لنا في ابتدائي ان اي بروتين هو عباره عن احماض امينيه ماسك مع بعضه برابط بابتدائي. فلو انا بتكون من بروتين فقط، فانا في الحالة دي اسمي ايه؟ simple enzyme. دكتور ما انت لسه قايل ان كل الانزيم بروتين. افهم يا حبيبي، لو الانزيم بروتين فقط فهو اسمه simple. طب يعني ايه كلمة compound؟ افهم compound عشان تفهم. قال لي compound ده يا دكتور، ده انزيم بيتكون من بروتين بورت، جزء بروتيني ماسك مع non بروتين بورت. هو ماسك، هو عبارة عن بروتين بارت، خلينا بس عشان الشكل يكون متظبط، ماسك مع النون بروتين بارت. يعني ايه؟ يعني هو جزء بروتيني ماسك مثلا مع معدن. ففي الحالة دي اسمي كومباوند. وكلمة كومباوند يعني معقد، يعني كومبليكس، يعني كونجيوجيتد. كلمة كونجيوجيتد يعني ايه؟ يعني مرتبط. تين النهاردة لو الانزيم بيتكون من احماض امينية فقط مرتبطة مع بعض هسميه سمبل. وكلمة سمبل زي اللايبيز مثلا، هو عبارة عن بروتين فقط، امينو اسيد اونلي، احماض امينية فقط ماسكة في بعضها. طب يا دكتور لو كان عبارة عن بروتين بورت ماسك مع جزء غير بروتيني هسميه يا دكتور ايه؟ هسميه كومباوند. البروتين بورت ده الاساس، فبسميه الايبو انزيم، مش ابو انزيم، لا ايبو انزيم. ده ابو الانزيم، ده الجزء الرئيسي في الانزيم. طب والجزء النون بروتيني هسميه الكوفاكتور، العامل الحفاز. تاني بنروح، اي انزيم في الدنيا هو عباره يا دكتور عن بروتين، بس لو كان بروتين فقط فانا هسميه سامبل انزيم. يبقى لو كان بروتين فقط فانا هسميه سامبل، بيتكون من احماض امينيه فقط. طب لو كان محتاج عامل حفاز، لو محتاج عامل حفاز في الحاله دي يا دكتور، هو عباره عن بروتين ماسك مع جزء غير بروتيني. الجزء البروتيني ده اساس الانزيم. يا دكتور الجزء البروتيني ده محتاج محفز، المحفز ده يا دكتور اسمه الكوفاكتور، وهو جزء نون بروتين. قال لي يا دكتور معنى ان انا بروتين ونون بروتين فانا كومبلكس، او اسمه التاني بقى اسمه الهولو انزيم. يعني ايه كلمه هولو؟ كلمه كبيره كده. ده الانزيم الكامل. يعني ايه الكامل؟ اللي بيتكون من بروتين بارت ونون بروتين بارت. تاني صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. النهارده يا دكتور لو انا بتكون من بروتين فقط، احماض امينيه فقط، فانا اسمي السامبل انزيم. سامبل انزيم يعني احماض امينيه ماسكه في بعضها برابط بابتدائي. سامبل انزيم يعني احماض امينيه ماسكه في بعضها برابط بابتدائي. طيب لو انا جبت السامبل انزيم ده اللي هو بروتين وحطيت عليه جزء نون بروتيني، بقى اسمي كومباوند كبير معقد. يبقى انا يا دكتور عباره عن بروتين بارت اسمه الايبو انزيم، ماسك فيها نون بروتين بارت اسمه الكوفاكتور. الايبو انزيم ده ما يبقاش اكتف الا ما يمسك فيه الكوفاكتور. الايبو انزيم والكوفاكتور مع بعض اسمهم ايه؟ اسمهم الهولو انزيم. يعني لو انا افترضت يا دكتور، لو انا افترضت ان القلم ده كده على بعضه هو الهولو انزيم، الجزء الاساسي منه بروتين والسن ده هو العامل الحفاز، يبقى الجزء الاساسي اسمه الايبو انزيم والجزء ده اسمه الكوفاكتور، مع بعض كده يا دكتور اكتف بقى اسمه الهولو انزيم. قال لك الكوفاكتور العامل الحفاز ده
ممكن يكون يا دكتور عضوي أورجانيك وممكن يكون غير عضوي. فلو كان عضوي يا دكتور هسميه كو إنزايم، هو الإنزايم مركب عضوي، فالعامل الحفاز شبه الإنزايم فسميه كو إنزايم. ده لو كان إيه؟ عضوي، وغالبا جاي من الفيتامينات. طب لو كان غير عضوي، معدن يعني، فبسميه ميتال. يبقى النهاردة الكوفاكتور حاجة من اتنين، يا إما كو إنزايم يا إما ميتال. كلمة ميتال يعني معدن، وكلمة كو إنزايم يا دكتور يعني عضوي. يبقى تاني الانزيمات يا اما سامبل يا اما كومباوند. خلينا ناخد الكومباوند. كومباوند عباره عن بروتين بارت ونون بروتين بارت. البروتين بارت اسمه الايبو انزيم والنون بروتين بارت اسمه الكوفاكتور. طيب دكتورنا الكوفاكتور ده العامل الحفاز ممكن يكون معدن فسميه ميتال، وممكن يكون عضوي فسميه الكو انزيم. طيب قال لك الكوفاكتور يا دكتور العامل الحفاز ليه حاجه من اتنين، في عوامل حفازه بترتبط بيا وقت التفاعل فقط. يعني ايه؟ يعني الانزيم عباره عن جزء بروتيني يجي العامل الحفاز يمسك فيه وقت التفاعل وبعدين يسيبه، وفي عوامل حفازه ماسكه فيه على طول. يعني ايه؟ يعني هي جزء اصيل لا يتجزا من الانزيم. تاني بالراحه، في عامل حفاز بيحفزني وقت التفاعل وما بين التفاعل هو بعيد عني، وفي عامل حفاز ماسك فيه ليل نهار فهو جزء اصيل مني. فقال لك يا دكتور الكو انزيم ده اللي هو العضوي لو كان ماسك فيه على طول فانا بسميه في اللحظه دي يا دكتور بروستيتيك جروب. يعني ايه كلمه بروستيتيك؟ مجموعه مضافه. يعني ايه مجموعه مضافه؟ ده يا دكتور فير مقتاش ماسك فيه على طول. طب لو بيمسك فيه وقت السبستريت بس فبسميه كو سبستريت. تاني الكوينزايم ده العامل الحفاز العضوي. لو ماسك فيا وقت التفاعل فقط يعني لوز لي اتاش الارتباط بتاعه معايا لوز خفيف يبقى اسمه كو سبستريت. طب لو ماسك فيا على طول فاسمه بروسيتيك، هو جزء مضاف ليه. طب بالنسبه للمعدن، لو المعدن ده ماسك فيا على طول فالانزيم هسميه ميتالو انزايم، يعني انزيم المعدن جزء منه. طب لو بيجي ينشطني بس هسمي الانزيم ميتال اكتيفيتد انزيم، يعني انزيم بيتنشط بالايه؟ بالمعدن. افهم واحده واحده. النهارده الانزيم يا اما بروتين فقط يا اما بروتين ونون بروتين. لو بروتين فقط هسميه سامبل. طب لو بروتين ومعاه جزء تاني نون بروتين هسميه دكتورنا ايه؟ كومباوند. كومباوند يعني معقد. الكومباوند عباره عن بروتين بارت اسمه الايبو انزيم ماسك مع نون بروتين بارت اسمه الكوفاكتور. الايبو انزيم والكوفاكتور سوا اسمهم الهولو انزيم. يبقى الايبو انزيم والكوفاكتور سوا مع بعض كده وهم ماسكين لما يمسكوا بعض اسمهم الهولو انزيم. هاجي على الايبو انزيم ده بروتين مش هتكلم عنه. طب الكوفاكتور العامل الحفاز حاجه من اتنين، يا اما يكون معدن يا اما يكون عضوي. لو معدن هسميه ميتال. طب لو عضوي هسميه كو انزيم. يبقى الكوفاكتور يا اما ميتال يا اما كو انزيم، كل دول كوفاكتور. الميتال ده لو ماسك فيا على طول لو جزء مني اصبح الانزيم اسمه انزيم معدني عشان المعدن المحفز ماسك فيه على طول فاسمي ميتالو انزيم. طب لو بيجي ينشطني وقت التفاعل بس ارتباطه معايا خفيف وقت التفاعل باسمي ميتال اكتيفيتد انزيم، الانزيم المنشط بالمعدن بيجي ينشطني بالمعدن ويمشي. انما انا هنا اسمي الانزيم المعدني يعني المعدن دخل فيا. ماشي. طيب لو انا يا دكتور عضوي، لو انا العضوي ده لو بيجي وقت التفاعل بس فاسمه كو سبستريت، بيجي وقت السبستريت فقط. طب لو مضاف عليا لو جزء لو ماسك فيا على طول فاسمي ايه؟ بروسيتيك جروب. يبقى الانزيم النهارده ممكن يكون فيا ماسك فيه عضوي فاسمي بروسيتيك، او ممكن يكون ماسك فيا معدن فاسمي ميتالو انزيم. ممكن يجي ينشطني عضوي فاسمه كو سبستريت، وممكن يجي ينشطني معدني فاسمه ميتالو انزيم ميتال اكتيفيتد انزيم. يبقى يا دكتور تاني الانزيم عباره عن بروتين بارت ماسك في نون بروتين بارت، الاثنين مع بعض اسمهم هولو انزايم. انا كده اسمي كومباوند، او بروتين بس فاسمه سمبل. الهولو انزايم عباره عن ايبو انزايم ماسك مع كوفاكتور. الكوفاكتور قد يكون عضوي كو انزايم، او قد يكون يا دكتور معدني فسميه ميتال. المعدني لو ماسك فيه على طول فاسمي ميتالو انزايم، لو بيجي لي وقت التفاعل فانا ميتال اكتيفيتد انزايم. طب الكو انزايم لو ماسك فيه على طول فاسمي بروسيتيك، لو بيجي لي وقت التفاعل او وقت السبستريت فاسمي كو سبستريت. واضح؟ يبقى كده خلصنا موضوع اسمه الاستراكشر بتاع الانزيم.
تعال ناخد كلمتين وننهي الحصة. قال لك يا دكتور ايه هي الميكانيزم اوف اكشن اوف انزيم؟ ممكن تشرح لي الانزيم بيشتغل ازاي؟ قال يا دكتور احنا قلنا مع بعض ان الانزيم عبارة عن بروتين كبير، تمام؟ قال لك الانزيم البروتين ده فيها دكتور مكانين مميزين، انجاز التعبير خلينا نرسم الرسمة دي كده ونقول ان ده الانزيم. قال لك اي انزيم في الدنيا في منطقتين مميزتين، منطقة اسمها الاكتف سايت، ومنطقة تانية يا دكتور اسمها الالوستريك سايت. ايه بقى القصة؟ ايه الحكاية والرواية زي ما بيقولوا؟ يا دكتور النهاردة اي انزيم في الدنيا في مكان، المكان ده هو اللي السبستريت هيدخل فيه، فالمكان ده هسميه الاكتف سايت. طب وفي مكان تاني اسمه الالوستريك سايت، يعني ايه الكلام ده؟ ركز معايا يا ابني، مش الانزيم يا دكتور عبارة عن بروتين؟ اوه، واي بروتين في الدنيا بيتكون من احماض امينية، مظبوط؟ والاحماض الامينية تحتوي على مجموعات كيميائية مميزة. يعني ايه دكتور انا مش مذاكر البروتين؟ يا حبيبي انا مش عايزك تكون مذاكر البروتين. اي حمض اميني في الدنيا في حاجة بتميزه، في بقى او اتش، في كبريت، في امايد، في رينج، في حاجة بتميزه. يبقى الحمض الاميني كل الاحماض الامينية شبه بعض، بس كل حمض فيه مجموعة مميزة. فالنهاردة الانزيم بيكون من احماض امينية، ياخد المجموعات المميزة من كل حمض اميني ويحطها فين؟ في المكان اللي اسمه الاكتف سايت عشان يشكل الشكل بتاعه. يعني ما هو كل انزيم بيختلف عن اخوه في الاحماض الامينية اللي داخله في تركيبه، يبقى بالتبعية بيختلف عن اخوه في المجموعات اللي جواه، فبالتبعية بيختلف عن اخوه في الاكتف سايت. تاني دكتور النهاردة المفتاح عشان يدخل في القفل هتلاقي ان القفل كده في شكل سنون معين جواه، كذلك الانزيم في شكل معين جواه، المكان ده اسمه الاكتف سايت، او اسمه التاني بص الاسم ده الكاتاليتيك سايت، مكان الكاتاليس، مكان التفاعل، ده المكان اللي بيتم فيه التفاعل، ده المكان اللي موجود في الكيميكال جروب بتاعت الاحماض الامينيه، ده المكان اللي هيديني السبيسيفيسيتي، ده مكان السبستريت. تاني يبقى اي انزيم في الدنيا في مكان هيرتبط فيه السبستريت، هتلاقي المكان ده فيه احماض امينيه زي السيرين والسيستين والهستيدين، هتلاقي فيه احماض امينيه مميزه موجوده في مكان الاكتف سايت. فالاكتف سايت ده مكان السبستريت كومبليمنتري للسبستريت. يعني ايه كلمه كومبليمنتري؟ متكامل مع السبستريت. السبستريت هيدخل فيه زي القفل والمفتاح كده، لكن المفتاح بيدخل في القفل. النهارده يا دكتور المفتاح في سنون بتميزه هي اللي بتخليه يدخل في القفل بتاعه، تمام؟ فالقفل جواه سنون، المكان اللي في القفل اللي فيه السنون دوت يا دكتور هو الاكتف سايت. طيب يعني ايه كلمه الوستريك؟ ده مكان الموديفيكيشن بقى. يعني ايه الموديفيكيشن؟ ده المكان اللي هيرتبط فيه الاكتيفيتور المحفز او الانهيبيتور المثبط. يعني انا النهارده عايز احفز الانزيم او اثبطه، هتيجي ماده اسمها اكتيفيتور او ماده اسمها انهيبيتور، هتروح ترتبط في مكان فين؟ مكان اضافي اسمه الالوستريك سايت. يبقى تاني اي انزيم في الحياه في مكانين، مكان اسمه الايه؟ الاكتف سايت، ده المكان اللي بيتم فيه السبستر، ده المكان اللي فيه الكيميكال جروب، ده المكان اللي الارنجمنت بتاع الكيميكال جروب فيه يديني السبيسيفيسيتي. طيب وفي مكان تاني للتنشيط والتثبيط، او مكان للريجوليشن، او مكان للموديفيكيشن اسمه الالوستريك ايه؟ سايت. قال يا دكتور عشان الانزيمات تشتغل في نظريتين للانزيم. اول نظريه اسمها induced fit، وتاني نظريه بتقول ان الانزيم هو بيشتغل بيقلل الاكتيفيشن انرجي. ايه يا دكتور الكلام ده؟ احنا قلنا ان الانزيم عشان نشرح الميكانيزم اوف اكشن اول حاجة هقول ان الانزيم في مكانين، مكان اسمه الاكتف سايت ومكان تاني اسمه الالوستريك سايت. الاكتف سايت يا دكتور ده المكان المميز اللي في الانزيم، والالوستريك سايت يا دكتور ده المكان اللي هيحصل فيه عملية الموديفيكيشن. طيب جه لسعادتك العلماء عشان يقولوا اي حاجة بيعملوا حاجة اسمها ثيوري، كلمة ثيوري يعني نظرية. لا العلماء قاعدين مع بعض كده على قهوة العلماء، جايبين ترابيزة العلم وبيتكلموا مع بعض على ترابيزة العقل،
ويقولوا تعالى نعمل نظرية، يلا نخترع نظرية للإنزيم. كلمة نظرية يا دكتور قبل ما أقولها قد تصيب وقد تخطئ. يعني أنا النهاردة ممكن أقول لك اسمها سيوري، يعني هو افترض. ممكن بكرة يطلع السيوري دي خاطئة، وهتلاقوا كلام كتير هتدرسوه في الطب، بتلاقي تقعد تشرح نظرية 3 حصص وتيجي الحصة الرابعة يقول لك إيه؟ إثبات خطأ النظرية. طب احنا بندرسها ليه يا دكتور؟ هذا ما وجدنا عليه آباءنا، احنا لازم ندرس النظريات عشان نعرف الجديد، زي ما احنا في التسميه قلنا الاولد نيم وبعدين النيو نيم. واضح؟ طيب، فقال لك والله العلماء هم قاعدين بيفكروا مع بعض، دكتور قول لي كده الانزيم بيشتغل ازاي. فقال مش احنا قلنا الانزيم والسبستر زي القفل والمفتاح. راح جاي واحد ردد عليه وقال له ايه، طب ما الانزيم ممكن يشتغل على اكتر من سبستر. فقال هنطلع نظريه ونسميها يا دكتورنا induced fit. يعني ايه كلمه fit؟ fit يعني ملائم. يعني ايه كلمه induced؟ محفز. يعني ايه ملائم محفز؟ قال لك يا دكتور وليكن ده شكل الانزيم وده شكل الاكتف سايت بتاعه. قال لك اول ما الانزيم بيشوف السبستريت بيعمل ايه؟ يوم الانزيم يغير شكل الاكتف سايت بتاعه، غير شكل الاكتف سايت بتاعه علشان يلائم السبستريت. يبقى هو النهارده حصل له induced تحفيز انه يغير الاكتف سايت عشان فت يلائم السبستريت. تاني، الانزيم غير شكله عشان يلائم السبستريت ويتم التفاعل الكيميائي. تلاقي الانزيم اهو بقى مسك فيه السبستريت وتم التفاعل، وبعد التفاعل يطلع لي البرودكت ويرجع الانزيم يا دكتور كما كان. يبقى النهارده الانزيم يا دكتور حصل له induced تحفيز لما شاف السبستريت عشان فت يخلي شكله ملائم، اتغير عشان السبستريت، غير حصل confirmationally change تغيير. عارفين يا اولاد ده فيلم الباشا تلميذ لما بتقول له ليه بس، ده انا اتغيرت عشانك، انا اتغيرت عشانك. اهو الانزيم بيقول للسبستريت انا اتغيرت عشانك. الانزيم عشان يفت السبستريت غير نفسه. يبقى لك اول نظريه بتقول ايه؟ بتقول لك induced fit. يعني ايه induced fit؟ fit يعني ملائمه، induced يعني محفزه. الانزيم اتحفز انه يلائم السبستريت فغير الاكتف سايت تو فيت السبستريت. واضح؟ وده تفسير يا دكتور ان الانزيم ممكن يسعمن السبستريت 1000، يعني ياخد كذا سبستريت يشتغل عليهم اللي هي الريلاتيف سبيسيفيستي. يبقى اول حاجه قال لك الانزيم بيغير شكل الاكتف سايت عشان يلائم السبستريت، فاسمها ايه؟ induced fit. يبقى النهارده لما تيجي تشرح لي الانزيم شغله هتقول لي يا دكتور والله الانزيم في مكان اسمه اكتف سايت ومكان اسمه الستيريك سايت. بعد كده هقول لك الثيوري بتقول ايه، ان الانزيم ممكن يغير شكل الاكتف سايت عشان يلائم السبستريت ويشتغل عن طريق انه يقلل الاكتيفيشن انرجي ولا يؤثر على الدلتا جي. يعني ايه؟ تعالى نقول تاني، احنا قلنا يا دكتور ان دي المتفاعلات، المتفاعلات اللي يتم التفاعل بتكتسب مقدار من الطاقة اسمها طاقة التنشيط. يبقى المتفاعلات اللي يتم التفاعل بتكتسب طاقة اسمها طاقة التنشيط عشان تتحول في النهاية لإيه؟ لنواتج. المتفاعلات حرارتها 20 اكتسبت 60 فوصل ل80 وحتم التفاعل، وفي النهاية يا دكتور يطلع لي 30 اللي هي الإيه؟ البرودكت. الانزيم يجي اللي هو بالأزرق يخلي التفاعل يتم عند 37، فانا بدل ما اكون محتاج اكتسب 60 هكتسب بس 17 واطلع نواتج عاديه. يبقى هو ما اثرش لا على المتفاعلات ولا على النواتج، ما اثرش على الاتزان، ما اثرش على الفرق بينهم، ما اثرش على دلتا جي. تاني، يعني ايه دلتا جي؟ احنا قلنا عليها الاك وليبريم كونستانت اللي هو الفرق بين بي واس. واضح؟ هو ما اثرش على الفرق بين بي واس، ما اثرش على دلتا جي. البي والاس زي ما هم، امال اثر على ايه؟ اثر على الطاقه اللي انا محتاجها عشان التنشيط اللي اسمها طاقه التنشيط. يبقى الانزيم بيقلل الاكتيفيشن انرجي انما ما بياثرش على الاكوليبريم. خلينا نكتفي بالثلاث صفحات دول، وحصه بكره الثلاث في السنتر او الحصه اللي هتنزل بكره ايا كان حصه في غايه الاهميه. بعد اذن سعادتك تكون مصحصح كده وانت بتسمعها عشان مليانه امتحانات. ماشي يا شباب، نفتح يلا المذكره. بدانا مع بعض يا شباب شابتر الانزيم،
قلنا اول حاجه يعني كلمه انزيم، قلنا هو بروتين كاتاليست للبيولوجيكال رياكشن للتفاعلات الحيويه. انكريز ذا ريت بيزود معدل التفاعلات الرياكشن يا دكتور على الاقل 10 6 فولد. قال لك خصائصها هي بروتين النيتشر، يبقى ثيرمولابايل يعني بتتكسر بالحراره يحصل لها ديناتيوريشن. قال لي سعادتك سام ار ار ان ايه يا دكتور اللي اسمه ايه رايبوزايم بروديوس باي ليفنج سيل بخلايا الاحياء، ولكنها ممكن تشتغل بره نوت تشينج بالاند اوف رياكشن، ما بتاثرش على الدلتا جي اللي هو الايكوليبريم كونستانت. اكتب جنبها الفرق بين النواتج والمتفاعلات. هي هايلي سبيسيفيك، بحتاجها بسمول اماونت بتسرع التفاعل، ولكنها يا دكتور بتقلل الانرجي الاكتيفيشن انرجي طاقه التنشيط، لا تنتج ولا تستهلك اثناء التفاعل الكيميائي، نايزر بروديوس نور كونسيوم اثناء الكيميكال رياكشن. قال لك التسميه بتاعتها اولد ميثود زي التربسين والبيبسين والرينين، اسماء ملهاش اي معنى، يعني لو قلت لك الرينين بيعمل ايه حضرتك مش هتكون عارف الا لو انا قلت لك، انما لما اقول لك نيو ميثود هيدروليز اللي بيكسره بحط الاسم زائد السافكس ايز، يعني لما اقول لك المالتيز انت فاهم انه بيكسر المالتوز من اسمه، اللاكتيز انت فاهم انه بيكسر لاكتوز. طيب لو ليه اكشن تانية بحط السابستر زائد الاكشن، يعني لما اقول لك لاكتيد دي هيدروجينيز انت عارف انه بيشتغل على اللاكتيك ويشيل منه هيدروجين، بيروفيت كاربوكسيليز انت عارف انه بيشتغل على بيروفيت ويضيف عليه سي او 2. كلمه سبيسيفيستي عن تخصصيه الانزيمات هايلي سبيسيفيك للاكشن بتاعها، ممكن يشتغل على ماده واحده بس واسميها ابسوليوت او مجموعه من المواد المرتبطه فسميها ريلاتيف. قال لك تبع عن النيتشر والارينجمنت بتاع كيميكال جروب في الاكتيف سايت زي ما احنا شفنا في اخر الحصه. اهميه الموضوع ده ايه؟ ان الدايجستيف انزيم لو سبيسيفيستي عدد قليل من الانزيمات تهضم كل الاكل، انما الميتابوليك انزيم هاي سبيسيفيستي ممكن سهلا نعمل لها ريجوليشن. طبعا يا دكتور قلنا الانزيم بروتين النيتشر معدل رايبوزايم بار ان اي، الانزيم اسمه لسمبل بروتين انزيم، ده بيتكون من بروتين اونلي زي اللايبيز والاميليز وكونجيوجيتد. قال لك يا دكتورنا العزيز ده الهولو انزيم، ده عباره عن بروتين بارت مش اكتف لوحده، اسمه الايبو انزيم ماسك مع كو فاكتور، ده النون بروتين بارت. قال لك الكو فاكتور قد يكون كو انزيم، قد يكون يا دكتور عضوي، ولو العضوي دوت ماسك فيه على طول فبسميه بروسيتيك تايتلي باوند، ماسك فيه وهو بيشد بربطه كوفيلنت تساهميه او نون كوفيلنت. طيب الكو سبستريت ده يا دكتور وقت المصلحه لوزلي اتاش، بيرتبط بارتباط خفيف وقت التفاعل فقط. طيب كلمه ميتال ايون اللي يا دكتور قد يكون ميتالو انزيم او ميتال اكتيفيتد انزيم، الميتالو انزيم ده يا دكتور الكاتايون اللي بيمسك فيه على طول، انما الميتال اكتيفيتد انزيم ده اللي بيمسك فيه وقت التفاعل فقط. قلنا الميكانيزم اوف اكشن انزيم بروتين في مكان اسمه الاكتيف سايت او الكاتاليتيك سايت، وده يا دكتورنا ده مكان السابستريت، وده كومبلمنتري مع السابستريت ترتيب الاحماض الامينيه فيه بيخليه سبيسيفيك. تمام، قال لي في احماض امينيه كتيره زي السيرين والهيستيدين والسيستين والاسبارتيك والجلوتامين. طيب الالستيريك ده مكان ارتباط الموديفاير، الحاجه اللي بتعدلني سواء اكتيفيتور او انهبيتور. قال لك في نظريات زي الانديوس ديفيت ان السبستريت انديوست بيحفز كونفيرميشنال تشينج، تغيرات شكليه في الانزيم عشان يخلي المكان دوت فيت السبستريت بتاعه. طيب قال لك الانرجي تشينج، الانرجي تشينج قال لك يا دكتور انا بقلل اكتيفيشن انرجي، الانرجي اكتيفيشن للطاقه اللي انا محتاجها عشان ادي برودكت، الانزيم بيقلل الطاقه دي ولكنه لا يؤثر على الدلتا جي، الدلتا جي ذا سيم، دلتا جي ده الفرق بين البرودكت والمتفاعل. يبقى لو انت خدت بالك الحاله الاولى اللي هي بلونها موف دي، انا ببدا بالسبستريت وبنتهي بطلع للاكتيفيشن انرجي اللي فوق واديك البرودكت. طب اللي لونها اخضر فاتح ده ولا مش عارف ايه، ببدا بالسبستريت عادي وفي الاخر اديك البرودكت. الفرق يا دكتور ان انا قللت الطاقه اللي اسمها الاكتيفيشن انرجي، الاكتيفيشن انرجي اللي انا كنت محتاجها، انما الفرق بين السبستريت والنواتج لا يتغير، الدلتا جي ثابت. نبدا حصه في غايه الاهميه غدا الثلاثاء الساعه 2 في سنتر يا دكتور، غايه الاهميه فاكتور افكتنج ريت اوف رياكشن.